قعدت قد ايه في القطاع الناشئين مدرسة الكورة؟ قعدت من سنة 72 لغاية 79. هل ده مسافة طويلة جدا انك قعدت جدا مع جدا جدا؟ ما كانش عندك طموح من جوه انك عاوز تطلع الفريق الاول؟ كنت لا، انت بالاول اتعرض عليا الفريق الاول. ما رضيتش؟ اتعرض ما رضيتش. لكن انت كنت عاوز تشوف تجرب تجربتك دي للاخر. طب انا هقول لك حاجة، كابتن طه اسماعيل مسك منتخب مصر، ايوه، عرض عليا ان انا اجي مدرب. قلت له كابتن لا، انا مش هسيب النادي الاهلي، انا كده موجود مع الفرقه بتاعتي وكذا وكذا. ورشحت فاروق جعفر اللي يعمل معاه، وقلت له يا فاروق الكابتن طه ليه اخلاقيات كذا كذا كذا. فاكر الصوره دي يا دكتور عم؟ دي دي البدايه، دي مدرسه الكوره. هل في نجوم؟ طبعا ده الكردي اول واحد، الله يرحمه. ده اللي على شمالي ده حسام البدري، اللي على شمالي حسام البدري طلع في توه من يومه برضه على طول. ده خالد الجندي، ده زكريا ناصف اللي قاعد تحت تحتيه على طول. هو لا، اللي هو التالي. اول واحد ما اتغيرش كتير زكريا برضه. ده زكريا ناصف. بعد كده دول اللي لقيتهم في الاول. بعد كده ده حبيت تبني عليهم بقى. جه طاهر ابو زيد، وجه باهر عبد الغفار، وجه على فكره ماهر ده دكتور دلوقتي، دكتور شاطر جدا. وجه بعد كده حمدي الحديدي، وجه ربيع ياسين، وجه علاء ميهوب، جه مجموعه كبيره جدا ابتدت تطلع. وانت لو اشتغلت على دول بس مش هتعمل حاجه. طيب احنا، انا لما بقول هنسجل مع الدكتور عمرو ابو المجد، لقيت فيه لعيبه كتير جدا. كنا طاهر بيكلمني على طول وبكلمه على طول، والعلاقه الحمد لله بينا وبين كل الناس كلها، بس طاهر قريب مني شويه يعني. فبقول له انا هسجل مع الدكتور عمرو. قال لي انا في ذكريات ليا مع الدكتور عمرو، هو وعلاء ميهوب ولعيبه كتيره جدا، بس طاهر بالاخص. يمكن انت لو كنت متبني فكره ان لازم يلعب في الفريق الاول في فتره من الفترات. طبعا احكي لنا قصه كده من القصص كده مع طاهر. شوف، طاهر ابو زيد كابتن شاكر عباده هو اللي اكتشفه. ففي قصه، بس كابتن شاكر قال لي دي مش مظبوطه في الاخر. القصه دي اللي انا كنت فاكرها. نعم. ايه يا عم شاكر؟ طاهر جه ازاي النادي؟ فكابتن عصمت اينون كان في نادي اسكو. ايوه. فجه طاهر فلقى طاهر ابو زيد مكسر الدنيا 10 سنين. فخده المدرب بتاعه ووداه الاوضه جوه عشان يمضي. كمل في اسكو. في اسكو. هو ساكن في شبرا. ما انا عارف. فمش عارف ايه وخرج. فقال لك طب هنزل ورا الولد ده صدفه كده. يا زيك يا شبلي مش عارف ايه. قال له انت مش انت مضيت؟ قال له لا. قال له الله، ما خدوك في الاوضه؟ قال له اصل القلم جاف ما كتبش. فمدير الكره قال لي بكره. معقوله؟ اجي بكره. فلقيت مش عارف. قلت له تحب تلعب في النادي الاهلي؟ فقال له قال له طب تعال. راح مصدق ساعتها. وانا بدرب، وانا بدرب في الفرقه ما بحبش حد يتكلم. حد يا دكتور عمرو في ايه يا عم شاكر؟ بيت عم شاكر معاه ولد قد كده صغير. انت فاكر طاهر؟ ايوه طبعا طبعا طبعا. يا دكتور عمرو، ده معناه ان في حاجه. يا عم شاكر ايه في؟ قال لي الولد ده شوفه. بصيت على طاهر جسمه صغير. ايه ده النتيجة بولي؟ ايه ده؟ ايه يا عم شاكر؟ انت بتقاطعني؟ طب ما يا اخي بعد التدريب يا اخي مش عارف. قال لي شوفه دلوقتي بالامر. شوف يا اخي العين برضو بتاعت الناس. قلت له انا كمان. انت بتلمح. طبعا. يعني عمره ما قال كده. لما يقول لي كده يبقى لازم استجيب. قلت له طيب. يعني مفيش تكبر على الراجل حتى يقول لك طب خليه بعدين نبقى نشوفه الكلام ده. تعالى يا ابني اقعد هنا. قعد جنب الخط. انا على اساس ايه؟ شويه اديله. الاقي الجمهور ايه عمال يعمل ده بنظر ها ها ها. ايه ده؟ انا واقف حكم ومفيش حاجه لها. اتاري طاهر عمال ايه ينطق الكوره وبدماغه وبرجله. وانتوا بقى عاملين التقسيمه وهو بره. قلت له تعالى تعالى. وقفت التقسيم. تعالى تعالى. ايه اللي بتعمله ده؟
قال لي ده حاجات بسيطة يعني. قلت له انت لعبت قبل كده؟ قال لي انا لعبت في الشارع مش عارف ايه. طب يا طاهر تعرف ترقصني؟ فاكر الصورة دي يا كابتن؟ اه طبعا، دي تكريم ايام الكورونا، طاهر ابو زيد، وده ماهر، وده علاء، وده ابراهيم عزت، وده محسن حسن، وده شريف الله يرحمه، ده كان احسن لعيب يرقص في مصر والله. شريف ده اه طبعا، محمود جابر، محمود جابر، الحمد الحديدي، شوبير، شوبير، عبد الرحيم حلمي احسن لعيب كره شراب في مصر، حسام البدري، علاء حسن، فاكر علاء؟ اه طبعا اللي هاف. ايوه كان هاف المرحوم علاء. هو دي محسن حسن اهو، وطارق، وابراهيم رضا شبكه. مين اول واحده يا دكتور عمرو؟ رضا شبكه. ده رضا شبكه، ده الونج رايت. دي كنا على فكره المجموعه دي من 50 سنة. شوف انا ما شفتش علاء ده الله يرحمه ولا بعض الناس هنا من 50 سنة. طيب هنرجع الموضوع تاني، بس احنا عايزين القصه بتاعه طاهر. جه طاهر ايه راح منفذ الكره من رجلي. يا ابن الذين، خلاني فتحت رجلي معاك انت، بقول له تعرف ترقص؟ قال لي ها. يعني علم عليك بسرعه. وراح مدي قلت له طب روح تعالى يا ممدوح، روح وانجلفت كده اوريه. مسك الباك هراه قطعه يمين وشمال ويرقصه وقعده وبتاع ويرفع الاوفر بتاعه، ولا لعيب درجه اولى. الله، تعمل اوفر زي رجله قد كده. اتاري بيعمل تكنيك، التكنيك بقى بصح لما تحط الكره راح بالظبط، مش بكل قوتك، مش بالقوه. مش بالقوه، لا تكنيك. في واحد لعيب وتلاقيها في في الحته الغلط راحت عند البورد. بس من ساعتها طاهر بقى لعب اساسي في فريق تحت 14 سنه وهو يظهر اللاعبين بسنتين. مظبوط، وعلى ايدك. الجمهور مره ده هو اللي بينادي بيه، مره في المرات لقيت الجمهور كله نازل بعد الشوط الاولاني. انتوا رايحين فين؟ قال لي لا رايحين الدرجه الثانيه عشان نشوف طاهر، نبقى قريبين منه. كان ليه جمهور؟ جمهور ده فظيع. ابتدى يطلع 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 16 سنة الفاولات اجوال، فاولات من بره اجوال. ما تقولش 99% يجيبها جول.